السلام عليكم، مرحبا بكم مع بشرى كويزين. فيديو جديد وصفة جديدة إن شاء الله. كنتمنى تلقاكم في أتم الصحة والعافية. وصفتنا اليوم وصفة رمضانية ودائما مع شهوات رمضان. إن شاء الله تعجبكم، وصفة سريعة. ابقوا معي حتى الأخير الفيديو باش نشوفوا كيفاش غادي نحضروها. هنايا كيف ما كتشوفوا واحد الميني كاش ديال الدجاج، كيجيو رائعين. كنصاوبوهم غير بال خبز ديال الطرطيه، سهلين، تقدري توجديهم حتى لاخر دقيقه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتبقاو معايا. هنايا بالنسبه غناخذوا هاد الليمون ديال المعفن، غادي ناخذوا الخبز ديال الطرطيه ونقطعوه على شكل دوائر كيف ما موضح معايا، وغادي نلبسوهم الليمون ديالنا. كيف ما قلت لكم وصفه سريعه، تحضروها الا جاكم العكاز ولا كانت شي حاجه جات على غفله ولا هادي، نحطوها في المائده ديالنا ديال الافطار. غادي نلبسوا الليمون ديال المعفن ديالنا كيف ما شفتوا معايا. انا هنا غادي نستمر وغادي نبداو نوجدوا في لابارايا كيش. بالنسبه لابارايا كيش غادي نحتاجوا ثلاثه البيضات. لابارايا كيش الكلاسيكيه يعني المعروفه، ثلاثه البيضات. غادي نخدموا معاها واحد كاس ديال الحليب ونفس القياس ديالو كريمه. تقدروا تعوضوا الكريمه ب ياغورت ناتشور زعما بالسوس، وإلا كانت متوفرة الكريمة ديروا الكريمة من الأحسن. هنايا غادي نبقاو نضيفو هداك الكاس كيف ما قلتلكم، كاس الحليب كاس الكريمة مع هدوك كاسة البيضات، وغادي نسموهم بالملح والفلفل الأسود وشوية ديال الأعشاب المعنسمة. اللي كيبغي ينسم بالجوزة ديال الطيب ولا نواد موسكات ولا الجوزة كيف ما كنقولو حنا في المغرب، تا هو يدير، أنا مكنبغيش نديرها. صافي كنخلطو مزيان هذيك لاباي ديالنا ونحتفظو بها جانبا بما وجدنا الحشوة اللي غادي نديروها في هاد لي كيش ديالنا. دابا ان شاء الله غادي نوجدوا الحشوه ديالنا اللي غنحتاجوا واحد المقله، غندير فيها شويه زيت الزيتون، غادي نحطوا فيها هذوك القياس ديال كل واحد اللي بغى. انا هنا درت واحد الصدر ديال الدجاج قطعته مربعات صغار على هذا الشكل، غادي نشحروا مزيان في هذاك زيت الزيتون. من بعد ان شاء الله ملي غادي يتشحر لينا كيف ما كتشوفوا بحال هكا، نخليوه حتى يتشحر مزيان. من بعد غادي نضيفوا ليه الفطر ولا الشامبينيون اللي قطعنا حتى هو قطع صغيره على هذا الشكل. كيف ما قلت لكم الوصفه سريعه، ما كتحتاجش بزاف المقادير يعني حتى لاخر لحظه، وتوجديها. غادي نخليو هذاك الدجاج والشامبينيون ديالنا حتى كيطلقوا ويتشحروا لينا مزيان. من بعد غادي نضيفوا قياسنا ديال الملح والفلفل الاسود، وغادي نضيفوا واحد شويه ديال الاعشاب المنسمه على حسب الذوق. ما كانش عندكم تقدروا تضيفوا شويه ديال الزعتر اللي بغيتوا. هنا ضروري واحد شويه ديال الثومه بودره، معلقه صغيره، ومعلقه صغيره ديال البصل بودره. صافي كنخلطوا هاد المقادير كاملين حتى كينسجموا لينا، وكنبقاو الحشوه ديالنا ما بقاش فيها الماء. صافي وكننزلوا نحتفظوا بها حتى تبرد واحد شويه. من بعد ملي كتبرد لينا الحشوه ديالنا وكيولي الشكل ديالها كيف ما شفتوا معايا موضح في الصوره، غادي ناخذوا هذوك القطع اللي درنا ديال الطرطيه ولا لبسناهم في المول ديال المعفن، غادي نعمروهم بالحشوه. نحاولوا نقادوا الحشوه ديالنا، ونكونوا ديجا وجدنا الفران يكون سخون على 180. نعمروهم، نحاولوا ما نعمروهمش بزاف حيت غادي نديروا لاباري ديالنا اللي صوبنا لاباغيا كيش. هنا بالنسبه للحشوه انا استعملت اللي عندي في الدار، نتوما ديروا اي حاجه بغيتوا، الكفته اللي بغيتوا. هنا من بعد ملي عمرناهم كاملين غادي نديروا قياس ديال الفرماج محكوك ولا الجبن المحكوك.
من بعد ملي كنديروا القياس ديال الجبن المحكوك في كل وحده، غادي ناخذوا اباراي كاش اللي وجدنا من قبل وغنبداو نديروا القياس في كل وحده هكا. نحاولوا ما نعمرهمش بزاف حيت فيها البيض باش ما تسيحش لينا ودينا زعما الريحه في الفران ديالنا. صافي كنستمروا على هذا الشكل حتى كنكملوا هذيك الكميه اللي عندنا كامله، كندخلوهم الفرن يطيبوا على خاطرهم ما كياخذوش الوقت بزاف. كيف ما قلت لكم وجبه سريعه وتصلح ان شاء الله الوجبه الطبله ديال رمضان. من بعد ملي كندخلوهم الفرن وكيطيبوا كنخرجوهم كيكون الشكل ديالهم كيف ما كتشوفوا معايا، كيجيو رائعين محمرين وكيجيو دغيا كنحيدوهم من المول زعما كيجيو ساهلين وكنوجدوهم دغيا. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها في رمضان ان شاء الله، علاش لا. ومن هنا يلا فيديو الجاي، خليت لكم الراحه، ولهنا دائما معكم بشرى كويزين. السلام عليكم.